بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من مدينة العاديات بولاية السيب في هذا النقل المباشر، حيث يتفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه، ويشمل برعايته السامية الكريمة المهرجان السلطاني السنوي لسباق الخيل، ويحضر المهرجان بمعية جلالته عدد من أصحاب السمو ورئيساء مجلسي الدولة والشورى وأصحاب المعالي الوزراء والمستشارون وقادة قوات السلطان المسلحة وشرطة عمان السلطانية والمكرمون أعضاء مجلس الدولة وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى والوكلاء والسفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدون لدى السلطنة وعدد من أصحاب الفضيلة القضاة وكبار الضباط والمهتمين بالخيل ورياضة الفروسية. ويتضمن المهرجان 6 أشواط، خصصت 5 منها للخيول العربية الأصيلة وشوط واحد للخيول المهجنة الأصيلة. الشوط الأول أطلق عليه سباق واد حيز للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1100 متر، ويلي هذا الشوط استعراض خيول الجمال ومختلف السلالات. أيضا هناك مسيرة للعربات التي تجرها الخيل مع الفرقة الموسيقية النسائية الراكبة، إضافة إلى استعراض أدب الخيل الثلاثي. أما الشوط الثاني فهو سباق وادي فدا للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1600 متر، وبعد هذا الشوط أي قبل بداية الشوط الثالث ستشاهدون استعراضا لمهارات الفروسية وركض العرضة الثلاثي واستعراض سباق الثيران البيضاء، استعراض سباق العربات التي تجرها الحمير وسباق الحمير البيضاء. هناك أيضا فقرة لخيالة الحاشية السلطانية الخابة مع الشرح، واستعراض التقاط الأوتاد الخماسي وركب موسيقى العربات التي تجرها الخيول. أما الشوط الثالث فأطلق عليه سباق وادي عندام للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1600 متر، للمنافسة على كأس الاتحاد الدولي للفرسان والفارسات الهواة وما يطلق عليه الفيجنتري. هذا السباق طبعا بمشاركة فارسات من مختلف دول العالم. يشارك في هذا الشوط فارستان من السلطنة وفارسات من كل من النمسا وسويسرا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة والنرويج وفرنسا والسويد. يلي هذا الشوط استعراض قفز حواجز العربات. مشاهدينا الكرام، يشاركني في هذا النقل زميلي إبراهيم بن سيف العزري، ويستكمل معكم أيضا أحداث هذا المهرجان. إبراهيم مرحبا بك. أهلا داود ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام من مدينة العاديات بالسيب، حيث سيشمل حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه برعايته السامية الكريمة
المهرجان السلطاني السنوي لسباق الخيل. أيضا داود، قبل أن نتطرق إلى بقية الأشواط، نذكر هنا أن أشواط المهرجان تتخللها العديد من الفقرات المتنوعة التي ينتظرها بشغف المهتمون برياضات الفروسية. نعم إبراهيم. من أبرز فقرات المهرجان لهذا العام مسيرة تزهو بك الأعوام وركض العرض الثلاثي، كما أيضا سيتم استعراض التقاط الأوتاد الخماسي. نعم. واستعراض قفز الحواجز للعربات، واستعراض العربة التي تجرها 36 خيلا. أيضا نذكر هنا داود أن المشاركون أو المشاركين في هذا المهرجان يصل عددهم إلى 4443 مشاركا، بينهم 1000 طالب وطالبة من مختلف مدارس السلطنة. أما عدد الخيول التي تشارك فهي تصل إلى 843 خيلا. نذكر هنا أيضا مشاهدينا الكرام أن لأول مرة في هذا المهرجان سيكون هناك استعراض نموذج لحصان حربي ملحمي جرت أحداثه في الحرب العالمية الأولى، وهذا يعني لأول مرة في مهرجان هذا العام. أيضا ستتناغم الاستعراضات مع ألحان تقليدية عمانية ومقطوعات موسيقية عالمية ليشكل لوحة فنية خلابة تزينها وتزين أشواط السباق الستة. ربما داود تستكمل بقية الأشواط التي ذكرتها. نعم. في بداية تقديمك لهذا النقل الحي والمباشر من مدينة العاديات بالسيب. قبل أن نستعرض إبراهيم الأشواط، ربما لاحظت معي وربما لاحظ المشاهدون الكرام يعني مسميات السباقات جاءت يعني أطلق عليها، يعني مثلا عندك سباق الشوط الثالث وادي عندام للخيول العربية الأصيلة، يعني حملت أسماء يعني معالم سياحية جميلة في السلطنة. الشوط الثاني حمل سباق وادي فدا للخيول المهجنة الأصيلة، وهذا طبعا يعطي إبراهيم زخم أكبر لهذا المهرجان، ويضيف أيضا بعدا آخر لهذا المهرجان، وأيضا يعني يعرف بأبرز المناطق. نعم. السياحية والمعالم. في هذه اللحظات يصل الموكب الميمون لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه، حيث يتفضل جلالته فيشمل برعايته السامية الكريمة المهرجان السلطاني السنوي لسباق الخيل. جلالة السلطان أعزه الله وأبقاه مهتم أيما اهتمام بالخيل، حيث تعنى الاستبلاط السلطانية بتربية وإكثار الخيول العمانية الأصيلة. الموكب السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم أيده الله يشق طريقه إلى المنصة السلطانية وسط تلويح بأعلام السلطنة. وهنا فرقة الأبواق ترحب بوصول جلالة السلطان حفظه الله. مشاهدينا الكرام، عرف العمانيون الخيل واهتموا بها على مر التاريخ.
والعصور، وهذا الاهتمام نابع من أصالة الإنسان العماني، حيث تمثل الخيل رمزا للاعتزاز والتمسك بالأصالة. مشاهدينا الكرام، المهرجان السلطاني السنوي لسباق الخيل يؤكد حرص واهتمام جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه، الذي كما أشرت إبراهيم قبل قليل أكرم الخيل أيما إكرام، وينعكس ذلك جليا من خلال ما يشهده هذا المهرجان السنوي من تطوير وتحديث مع المحافظة على الموروث العماني الأصيل. الخيالة السلطانية خلال العام المنصرم عام 2013 ميلادية شاركت في عدد من معارض الفروسية بمختلف دول العالم، وحققت نتائج متقدمة، ومن أبرزها معرض إيكوتانا الألماني، ومعرض اسطنبول التركي، ومعرض يوبو شنغهاي بالصين، ومعرض صالون دوشيفال المصاحب لبطولة العالم لجمال الخيل العربية في فرنسا، وحصل الجناح على أفضل جناح بذلك المعرض. أيضا الخيالة السلطانية كان لها مشاركات في 12 بطولة ومسابقة لجمال الخيل في عام 2013 للميلاد، حصلت خلالها 6 ميداليات ذهبية و7 فضية و7 ميداليات برونزية و5 جوائز خاصة. أيضا إبراهيم، يعني العام المنصرم 2013 يعني شهد تدشين كتاب أبهة الصحراء، عنوان الكتاب طبعا فعائل الخير في، وربما هو كتاب من تأليف طبعا بالتأكيد من تأليف المصور هنري دلال، عن الفروسية في الخيالة السلطانية والخيول الجميلة التي تحتضنها، أيضا يعكس ذلك حيوية الأعمال اليومية التي تمارس فيها. ويحوي نعم. طبعا معروف هذا الكتاب يحوي صورا عن روعة المهرجان السلطاني للفروسية، والذي يتزامن وتحديدا الذي تزامن مع احتفالات السلطنة بالعيد الوطني 40 المجيد. وكذلك يصور الكتاب أيضا مشاركات الخيالة السلطانية في المنافسات الدولية، ومنها عروضها التي قدمتها أمام قصر باكنغهام وقلعة ويندسور، وفي العرض الموسيقي المعروف باسم بيتينغ ريتريت بمناسبة اليوبيل الماسي لجلالة الملكة إليزابيث الثانية في العام المنصرم. إبراهيم، لعل اللافت في المهرجانات السابقة أيضا الخيل المهند لفتت الأنظار بأوروبا، الفرس المهند المملوكة طبعا للخيالة السلطانية لفتت الأنظار من خلال نتائجها البارزة في سباقات الخيل، وذلك في منافسات الفئة الأولى التي أقيمت بعدد من مضامير سباقات الخيل الفرنسية والبريطانية، حيث فازت بالمركز الأول في منافسات سباق بري أفاك الفرنسي، والذي أقيم بمضمار لاتست في مدينة بوردو، وخصص طبعا هذا السباق للخيول العربية الأصيلة، وكان لمسافة 1600 متر. فازت أيضا بالمركز الأول في منافسات سباق هيبو دروم دومنت دورماسان الفرنسي، والذي بلغت مسافته 1400 متر، وحسمت المهند لصالحها منافسات شوط مضمار جبل علي كأس زعبيل، والذي يقيم بمضمار نيوبري البريطاني لمسافة 1200 متر، بتحقيقها المركز الأول
بعد المنافسة التي تميز بها السباق، وحققت أيضا المهند المركز الثالث في منافسات السباق الذي أقيم بمضمار دونكاستر البريطاني، وقام برعايته نادي السباق والفروسية القطري، وخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1600 متر. إذن كما ذكرنا فهناك في مهرجان هذا اليوم ستكون هناك فقرات شيقة، كما ذكرنا استعراض حصان الحرب وأيضا مسيرة الخيل بالملابس المدنية والوشاح، واستعراض الفرسان حاملي الأعلام، واستعراض عزف القرب والطبول وعربة زينة العاديات والركوب الجانبي، واستعراض اللاما والتيس، وأيضا استعراض مهارات الفروسية هناك عند الشوط الخامس والمسمى سباق وادي الأبيض للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1100 متر، استعراض سباق مرح الأطفال، واستعراض الفارسة الإسبانية كليمنت فافيير. هذه طبعا كلها فقرات تتخلل المهرجان بين الأشواط، ويتوقع أن تكون هناك منافسة حامية بين الفرسان في جميع الأشواط. وبالفعل هذا المهرجان هو أحد المهرجانات التي أصبح يترقبها الهواة. بسم الله الرحمن الرحيم. مولاي حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم، حفظكم الله ورعاكم. تزهو مدينة العاديات بمقدمكم الميمون، وتتعالى صهوات الأصايل فرحا واستبشارا بتشريف جلالتكم، فأنتم من أكرمتموها وأسبقتم عليها جزيل هباتكم. وأصبح هذا المهرجان من كل عام مشهودا بإيقاع حوافر الخيل المعقود على نواصيها الخير، فأقبلت تقدح عزا وثباتا، وعليها الفرسان والفارسات الذين يمتطون سروج السلام بقيادة جلالتكم. فمنكم تعلمنا أبجديات الثبات على صهوات العاديات،
ومنكم استنارت الخيال السلطانية لتقف شامخة تعانق عنان المجد في مختلف أنشطة الفروسية، وها هي مسيرة تزهو بك الأعوام تستبشر بمقدمكم الميمون لتعلن ولاءها وعرفانها لجلالتكم. مع شوطنا الأول والمسمى بسباق وادي نحيز للخيول العربية الأصيلة على مسافة 1100 متر، معظم الخيول المشاركة معنا في هذا الشوط قد أخذت مواقعها الآن في جهاز الانطلاقة عند إشارة 1100 متر في الجهة المقابلة للمقصورة السلطانية. إذن شوطنا الأول مخصص لخيول عمر 4 سنوات فأعلى بمشاركة 10 قياد. يتصدر قائمة الترشيحات هذا الشوط الحصان مستور الذي يحمل الرقم 1 للخيالة السلطانية وبقيادة ياسر بن جميل السنيدي وبإشراف المدرب سالم بن حمود الحكماني. هناك أيضا في هذه الأثناء
فتحت البوابات وبدأ التنافس مع شوطنا الأول يجمع بين كل من مستورف وكل شانتلي ودقبيليا الملس دي جنت المنقذ مهباش في زير دي سيدرس حطين مسقط مدلل ميزان الصدارة من الجهة الداخلية مع مستور الآن بقيادة ياسر بن جميل السندي محاولات من فورجيلا شانتلي بقيادة ديفيد بيتشو أيضا فورجيلا شانتلي من الجهة الخارجية مستور من الجهة الداخلية محاولات قادمة الآن من قبل حطين مسقط من شرطة عمان السلطانية إلا أن الصدارة لا تزال من الجهة الداخلية مع مستور بقيادة ياسر بن جميل السندي محاولات قادمة من قبل الفرس دي جيبيليا الملس بقيادة جان بيرناند الصدارة لا تزال مع مستور في الصدارة الآن محاولات قوية من الجهة الخارجية مع حطين مسقط من الخارج محاولات لحطين مسقط من الخارج إلا أن الصدارة تأتينا الآن مع دي جنت الآن في الصدارة دي جنت مع المعتصم البلوشي مع بداية دخول ال 400 متر الأخيرة دي جنت والمعتصم البلوشي دي جنت والمعتصم البلوشي ومحاولات أخرى في المركز الثاني من قبل تجيبيليا الملاس إذن دي جنت إلى المركز الأول دي جنت في المركز الأول وتجيبيليا الملاس في المركز الثاني دي جنت بقيادة المعتصم بن سعيد البلوشي والعائدة ملكية للخيالة السلطانية تحت إشراف المدرب سعيد بن بطي البادي ويعود من نسل الفحل بيرنينج ساند على الفرس ديجنزل نبارك إذن للخيالة السلطانية فوز دي جنت في شوطنا الأول سباق وادي نحيز للخيول العربية الأصيلة الذي كان على مسافة 1100 متر بقيادة موفقة من لدن الفارس المعتصم بن سعيد البلوشي ونبارك أيضا للمدرب سعيد بن بطل البادي هذه هي اللحظات التي عبر فيها ديجنت خط النهاية مسجلا انتصارا رائعا خطف الصدارة في آخر 400 متر بقيادة فارسه المعتصم بن سعيد البلوشي استعراض العزف الموسيقي للفارسات الموسيقيات تتوسطهم العربات التي تجرها الخيول
استعراض أدب الخيل الثلاثي يقدمنا ثلاث فارسات من الجمهورية الفرنسية تزامنا مع فرسان السلطنة يليه الشوط الثاني. مع سباقنا شوطنا الثاني سباق وادي فدا للخيول المهجنة الأصيلة على مسافة الميل. إذن شوطنا الثاني على مسافة 1600 متر مخصص للخيول المهجنة عمر 4 سنوات فأعلى بمشاركة 10 قياد. وفي هذه الأثناء وصلت جميع الخيول المشاركة إلى نقطة الانطلاق عند إشارة 1600 متر وبدأت عملية التحميل في جهاز الانطلاقة. في هذا الشوط هناك الجواد رقم 1 اتلانتيك بريف بقيادة محمد الكلباني، رقم 2 أبراق بقيادة شاكر بن علي البلوشي، رقم 3 سيتي أوف لايت بقيادة حمود بن سعيد الحبسي، الجواد رقم 4 مان إن ذا سكاي بقيادة حمود بن محمد الحجري، الجواد رقم 5 منتسب بقيادة أسعد بن عبد الله المسكري، الجواد رقم 6 إمريتس روتشو بقيادة زفير زياني، الجواد رقم 7 انسايفر بقيادة سيلفستر دي سوزا، الجواد رقم 8 زين شمردل بقيادة أسعد بن علي السيابي، الجواد رقم 9 دارج بقيادة بدر بن محمد الحجري، الجواد رقم 10 وادي وندر بقيادة ماهر بن جمعة البلوشي. إذن معظم الخيول قد أخذت مواقعها الآن في جهاز الانطلاقة، وبدخول الآن إمريتس ريتشو ترفع الراية البيضاء إذانا باكتمال جميع القياد في جهاز الانطلاق. ما هي إلا لحظات وتفتح البوابات. إلا هناك الجواد رقم 7 الآن، الجواد رقم 7 كان متأخر وفي المحاولة الأخيرة أخذ موقع. إذن الجواد رقم 7 إنسفاير مع الفارس العالمي سيلفستر ديسوزا. في هذه الأثناء فتحت بوابات الانطلاق وبدأت التنافس يجمع كل من أتلانتيك بريف، أبراق، سيتي أوف لايت، مان إن ذا سكاي، منتسب، إمريتس ريتشو، إنسفاير، زين شمردل، دارج ووادي وندر. إذن الصدارة تأتينا الآن مع أتلانتيك بريف مع محمد الكلباني، وفي المركز الثاني يأتينا هناك وادي وندر. الصدارة مع أتلانتيك بريف بقيادة محمد الكلباني، وفي المركز الثالث هناك أيضا إبراق بقيادة شاكر بن علي البلوشي. فقط للإشارة بأن الجواد رقم 7 إنسفاير بقيادة سيلفستر دي سوزا والعائدة ملكية الجواد الخيال السلطاني هو المرشح الأول لهذا الشوط. لا تزال الصدارة مع أتلانتيك بريف ومحمد الكلباني. أتلانتيك بريف ومحمد الكلباني في الصدارة الآن. في المركز الثالث يصل إنسفاير، إنسفاير وسيلفستر دي سوزا الآن إلى المركز الثالث. إذن المرشح الأول يصل الآن
إلى المركز الثالث من الجهة الخارجية، إنس فاير وسيلفستر دي سوزا من الخارج وإتلانتيك بريف ومحمد الكلباني من الداخل. إنس فاير وسيلفستر دي سوزا وإتلانتيك بريف ومحمد الكلباني، هذه هي المنافسة الآن مع بداية دخول الخيول المشاركة معنا في هذا الشوط إلى الخط المستقيم. آخر 400 متر تفصلنا عن خط النهاية الآن، والصدارة تأتينا من الجهة الداخلية مع الجواد رقم 7 إنس فاير وسيلفستر دي سوزا. إنس فاير وسيلفستر دي سوزا من الجهة الداخلية، محاولات مستمرة الآن قادمة من الجهة الخارجية مع زين شمردل وأسعد السيابي. زين شمردل وأسعد السيابي، زين شمردل يصل الصدارة على حساب إنس فاير في آخر 100 متر. زين شمردل وأسعد السيابي في المركز الأول، ويتراجع إنس فاير بقيادة سيلفستر دي سوزا في المركز الثاني. إذن كانت هذه النتيجة المبدئية التي انتهى بها شوطنا الثاني والمسمى سباق وادي فدا للخيول المهجنة الأصيلة على مسافة الميل. المركز الأول للجواد رقم 8 زين شمردل من الخيالة السلطانية وبقيادة أسعد بن علي السيابي وبإشراف المدرب سالم بن حمود الحكماني. أما المركز الثاني فكان للجواد رقم 7 إنس فاير للخيالة السلطانية وبقيادة الفارس سيلفستر دي سوزا وإشراف المدرب سالم بن حمود الحكماني. العرض الثلاثي يليه استعراض لسباق الثيران على نموذج للعربات التي تستخدم في السباقات في مملكة تايلاند.
مجموعة من الفرسان البراعم يقدمون سباقا استعراضيا للحمير البيض. إيقاعات الخابة وفن الشرح على ميدان الاستعراض، يليها استعراض التقاط الأوتاد الخماسي. Bye.
داود ونتواصل معكم مع شوطنا الثالث سباق وادي عندام للخيول العربية الأصيلة على مسافة 1600 متر على كاس البيجنتري للفارسات الهواة من مختلف دول العالم. انطلاقة الشوط سوف تكون من على شمال المقصورة السلطانية. هذا الشوط يضم مجموعة من الفارسات الهواة من مختلف دول العالم تجتمع معنا هنا اليوم على مضمار العاديات، وجميع الخيول المشاركة معنا في هذا الشوط قد وصلت إلى نقطة الانطلاقة عند إشارة 1600 متر، وبدأت بالفعل الآن أخذ مواقعها في جهاز الانطلاقة، وبصدد انتظار رفع الراية البيضاء إذانا باكتمال جميع الجيات في بوابات الانطلاقة. إذن جميع القيادة الآن على هبة الاستعداد، ورفعت الراية البيضاء في هذه الأثناء إذانا باكتمال جميع القياد في بوابات الانطلاق هذا الشوط بمشاركة 10 قياد جميعها تعود ملكيتها للخيالة السلطانية، وبقيادة مجموعة من الفارسات من مختلف دول العالم. الجواد رقم 1 بقيادة هنا غورونوكوفا من النمسا، الجواد رقم 2 تمجيد بقيادة نيكول شلاتر من سويسرا، الجواد رقم 3 عندليب بقيادة إيليس مينيز من بريطانيا، الجواد رقم 4 واثق بقيادة ميشيل بلومونور من ألمانيا، الجواد رقم 4 سكاري بقيادة فاطمة بنت راشد المنجية من سلطنة عمان، الجواد رقم 6 سكوفيوس بقيادة أزهار بنت سيف الوردية من سلطنة عمان، الجواد رقم 7 ملهب بقيادة آني بيكا من الولايات المتحدة الأمريكية، الجواد رقم 8 حرير بقيادة سالي كاسترون من النرويج، الجواد رقم 9 الظريف بقيادة باربرا كونت من الجمهورية الفرنسية، الجواد رقم 10 البتراء بقيادة جوسفين كيلي من السويد. إذن كان ذلك استعراضا سريعا للخيول والفارسات المشاركات معنا في هذا الشوط، وفي هذه الأثناء تفتح البوابات ويبدأ التنافس يجمع بين كل من الوديع تمجيد عندليب واثق سكاري سكوفيوس ملهب حرير الظريف البتراء. الصدارة تأتينا مبكرا الآن من الجهة الداخلية مع واثق رقم 4، وهناك أيضا في موقع متصدر الجواد رقم 5 سكاري مع فاطمة المنجية، ومن الجهة الخارجية أيضا رقم 7 ملهب مع آني بيكر من الولايات المتحدة الأمريكية، وتصل إلى المجموعة المتصدرة أيضا ميشيل بلونر من ألمانيا بقيادة الجواد رقم 4 واثق. تلكم هي المجموعة المتصدرة حتى الآن، عندليب مع إليس ميلز من المملكة المتحدة من الجهة الداخلية وبإشراف المدرب سالم بن حمود الحكماني. عندليب يخطف الصدارة الآن في المركز الأول، وفي المركز الثاني لا يزال ملهب بقيادة الفارسة آني بيجر من الولايات المتحدة الأمريكية. إذن عندليب الآن وملهب، هذه هي الصدارة، هذه هي الصدارة حتى الآن. محاولات قادمة من قبل الظريف بقيادة الفارسة الفرنسية باربرا جونت، باربرا جونت مع الظريف تصل إلى المركز الثالث، إلا أن الصدارة لا تزال مع ملهب والفارسة آني بيجر من الولايات المتحدة الأمريكية، فيما تراقب الوضع الفارسة إليس ميلز من بريطانيا بقيادة عندليب في المركز الثاني. إذن مع دخول المنعطف الأول والأخير ندا بندا الآن عندليب بقيادة إليس ميلز من بريطانيا، وهناك في المركز الثاني كما أسلفنا ملهب بقيادة آني بيجر من الولايات المتحدة الأمريكية. في هذه الأثناء آخر 400 متر تفصلنا عن خط النهاية مع دخول الخط المستقيم، محاولات من قبل الفارسة الأمريكية آني بيكر الآن لتعزيز موقعها مع بقيادة الجواد ملهب. إذن ملهب وعندليب، ملهب وعندليب، تلك هي الآن الصدارة. إذن بفارق طول إلى نصف الطول الآن تكون الصدارة لملهب بقيادة الفارسة الأمريكية آني بيكر. ملهب ويأتينا في الآونة الأخيرة رقم 4 واثق، واثق وبقيادة ميشيل بلونر من ألمانيا. تلكم هي النتيجة المبدئية التي انتهى بها الشوط الثالث والذي خصص للفارسات الهواة على كاس البيجنتري على مسافة 1600 متر. الفرقة الأسبانية المينوركاس يقدمون استعراضا للخيول الأندلسية. We'll be right back.
حضورنا الكرام، نتوقف الآن مع استراحة قصيرة تصاحبها مقطوعات موسيقية منوعة وبعض المشاهد من مهرجان اليوم على شاشات العرض.
المميز المشهود بحوافر إيقاعات الخيل. نحب نطمنكم أن الفارسة التي أصيبت منذ قليل في استعراض العرضة هي بخير وسلامة، وإن شاء الله بعد دقائق قليلة سنواصل فقرات احتفالنا هذا. متواصلين معكم مع شوطنا الرابع، سباق وادي بني خالد للخيول العربية الأصيلة على مسافة 1600 متر والمخصص للخيول الأعلى تصنيفا. We'll be right back.
لازلنا متواصلين معكم مشاهدينا الكرام في هذا المهرجان السنوي تحت الرعاية السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله. كما تابعتم الأشواط الثلاثة إبراهيم، كان التنافس واضح بين المتسابقين في الأشواط الثلاثة، بالإضافة إلى الفقرات التي يعني عقبت هذه الأشواط، يعني هذا المشهد الجمالي الكبير بين الخيول والفرسان وما شاهدناه من جماليات الألوان الزاهية في هذا المهرجان إبراهيم. نعم، سوف تتواصل فقرات هذا المهرجان. وقبل قليل أيضا أعلن أن الليلة الفارسة التي سقطت أثناء ركض العرضة هي بخير وسلام بحمد الله. انتهت ثلاثة أشواط من هذا السباق، ويستعد الفرسان الآن لثلاثة أشواط أخرى. الشوط الرابع سيكون سباق وادي بني خالد للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1600 متر، وأيضا ستتخلل هذا السباق فقرات كاستعراض حصان الحرب ومسيرة الخيل بالملابس المدنية والوشاح. أما الشوط الخامس فسيكون باسم سباق وادي الأبيض للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1100 متر، وسيتخلل هذا الشوط استعراض سباق مرح الأطفال واستعراض الفارسة الإسبانية كليمنت فافيير. متابعينا، بعد قليل سوف نبدأ وإياكم مع شوطنا الرابع سباق وادي بني خالد للخيول العربية الأصيلة على مسافة 1600 متر. بعد قليل سينطلق طبعا الشوط الرابع سباق وادي بني خالد للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1600 متر، فيما سيعقب هذا الشوط طبعا عدة فقرات شيقة، منها استعراض حصان الحرب ومسيرة الخيل بالملابس المدنية والوشاح، وأيضا نذكر فقط. نعم تفضل إبراهيم. داود، الشوط السادس سيكون تحت اسم سباق وادي ضيقة للخيول العربية الأصيلة لمسافة 2000 متر على كأس حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد معظم حفظه الله ورعاه، سيكون ذلك هو الشوط الأخير. وكما ذكرت نعم، فإن الإثارة كانت واضحة أثناء أشواط السباق الثلاثة الأولى، كان هناك تنافس واضح نعم بين المتسابقين الفرسان، وأيضا الفقرات التي تم عرضها كانت فقرات جميلة وبرزت جماليات الخيل بمختلف ألوانها. هناك ألوان معروفة للخيل داود، يعني يمكن أن نذكرها من ألوان الخيل الأشقر والأحمر والعسلي والأسود والأشهب. ربما لاحظنا يعني في بعض الفقرات وجود هذه الألوان التي دائما ما يبرزها هذا المهرجان، مهرجان سباق الخيل السنوي تحت الرعاية السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان حفظه الله ورعاه. أيضا إبراهيم، يعني بالنسبة للخيل هناك الأصالة تتمثل في الخيول. الأصالة هي إحدى أهم الخصائص التي يتم البحث عنها في نوعية الخيل في أصولها. هذه الأصالة يعني تعود إلى أن يعني ميلادها أو يعني هي من سلالة، هي من سلالة أصيلة دون الاختلاط بدماء هجينة، كما نعرف هناك يعني خيول مهجنة. نعم. إضافة إلى وجود السلالة الأصيلة بصفة ويشترط مستمرة في الخيول الأصيلة وجود السلالة بصفة مستمرة ومتسلسلة، أن نفس السلالة هي نفس هي التي تكسب الخيل الأصالة. حسب رأي المؤرخين فإن الخيل العربية الأصيلة هي الخيل
ذات السلالة الأصيلة الوحيدة للخيول العربية، أي أن السلالات الأخرى من الخيول المؤصلة وليست خيول أصيلة. وأيضا نعلم أن الجزيرة العربية اشتهرت بأفضل أنواع الخيول على مر العصور والتاريخ، حيث تعرف الجزيرة العربية بمناخها الملائم لتربية الخيل. أيضا يميز الحصان العربي صفات أهمها اكتمال اللياقة، الصبر، الشجاعة، الذكاء، الوفاء. وأيضا من الصفات التي ذكرت في كتب التاريخ حب الحصان العربي للموسيقى. يمكن هذه المعلومة داود مهمة جدا، يعني كيف تتناغم الخيول مع الموسيقى، حيث يعني نلاحظ ذلك أن الخيل عندما تعزف الموسيقى تعبر عن استجابتها بخطوات الحوافر وبتمايل أجسادها على نحو موافق لحركة الإيقاع التي بالفعل بالفعل إبراهيم، يعني فعلا هذا التناغم، يعني حينما يسمع الحصان أو الخيل تسمع صوت يشعر أنه يستجيب، يعني يستجيب. وأيضا هناك نوع من الإتقان للحركات، نوع من التجاوب، نوع من الدقة في الحركة المحسوبة للخيل. وما يميز طبعا مثل هذه المهرجانات، ونحن اليوم نشهد يعني بمدينة العاديات بولاية السيب هذا المهرجان السنوي، المهرجان السلطاني السنوي لسباق الخيل، يعني نلاحظ هذه النكهة الجميلة في التنوع وفي الفقرات وفي الجمال أيضا. نعم داود، نلاحظ حضور من عدة دول، يعني الكثير من الأصدقاء، الدول الصديقة من الاتحاد الأوروبي، من الولايات المتحدة، ومن الدول العربية الشقيقة. الإسطبلات السلطانية التي تعنى هنا بالخيل في السلطنة منضمة إلى العديد من المنظمات الدولية في العالم، ومنها المنظمة العالمية للخيول العربية الأصيلة. إذن إبراهيم، نحن بانتظار انطلاق الشوط الرابع سباق وادي بني خالد لحظات، وسينطلق هذا الشوط سباق وادي بني خالد للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1600 متر، ونترك المشاهد الكريم يستمتع بهذا السباق والشوط الرابع. نتواصل معكم مع شوطنا الرابع سباق وادي بني خالد للخيول العربية الأصيلة على مسافة 1600 متر. في هذه الأثناء فتحت البوابات وبدأ التنافس على بركة الله، يجمع بين كل من كريسيس ورباح دي كارير، عمر دلما، كوينس رانسن، بي اف اف، كورس النايف، خفاقة، غيث، بشائر، مسقط، الأزار، أم اتش، تسعة خيول. ويأتينا من قائمة الاحتياط بارنين روبر بعد انسحاب الجواد رقم 2 جبل لقفار. الصدارة تذهب مع رباح دي كارير، واحد من أقوى المرشحين، رباح دي كارير بقيادة عامر بن سالم الغنمي. رباح دي كارير من الجهة الداخلية، وهناك أيضا في موقع متصدر الآن الجواد
عمر دلما، عمر دلما في موقع جيد، ياتينا كوينس رانسم ايضا الان الى المجموعه المتصدره. الازارم اتش من الجهه الخارجيه، مكوينس رانسم في موقع جيد الان. خفاقة الجواد رقم 7 خفاقة مع هلال الكلباني في المجموعة المتصدرة أيضا. إذا خفاقة هناك وهناك وينس رانسم، ومن الجهة الخارجية الآن يا رباح ديكارير مع عمر الغنمي. رباح ديكارير من الجهة الخارجية لا يزال في موقع متصدر، محاولات من قبل عمر الغنمي للدخول إلى داخل المضمار، إلا أن الصدارة لا تزال مع كوينس رانسم. كوينس رانسم في موقع جيد وموقع متصدر. خفاقة في المركز الثالث، محاولات من قبل عمر دلما. عمر دلما في المركز الثاني الآن، إلا أن كوينس رانسم من الجهة الداخلية. كوينس رانسم الآن يأخذ من يصل إلى يتراجع إلى المركز الثاني، ومحاولات لا تزال من خفاقة في المركز الثالث، إلا أن المراكز تتقارب ورباح ديكارير لا يزال في الجهة الخارجية، وكوينس رانسم الآن ورباح ديكارير قادم من الجهة الخارجية. خفاقة في المركز الثاني، إذا رأينا خفاقة في المركز الثاني، إلا أننا لا نعلم قرار لجنة التحكيم هل سوف تحتسب نتيجة رباح ديكارير أم لا. في حالة احتسبت نتيجة رباح ديكارير ستكون خفاقة صاحبة المركز الثاني، أما في حالة استبعدت نتيجة رباح ديكارير بسبب خروجه من أرض المضمار وهذا ما أتوقعه، فإننا مبدئيا نبارك لمالك خفاقة راشد بن عمر المقبلي. قرار حصان الحرب يقدم لأول مرة في الشرق الأوسط، وهو يعد نموذجا لملحمة تاريخية وقعت إبان الحرب العالمية الأولى. مسيرة الخيل المكونة من مجموعة من الفرسان على ظهر الخيل في موكب، تتوسطهم عربة تحمل شعر يلقي قصيدة شعرية. ما أخليها أسرج لها خيل أفكاري ولبيها، أسرج لها العاديات اللي إذا تمشي ظلالها تركض وتعجز جاريها. لو تصبروا شوي ياكم علمها الوافي، بتسمعوا دبك أرجلها وياديها، لأن الرمك يوم تسمع طاري بلادي من ضبحها ترجف الأرض ورواسيها. عمان لو دمنا يروي حضارتها نفتح لها نهر من الشريان يسقيها، وإذا دعتنا بيوم السلم جيناها نقطع ضلوعنا طوب ونبنيها، وإذا دعتنا بيوم الضيم والشدة
لحظة من العمر والله ما نخليها نسنن أنيابنا ونعصب عمايمنا ننزل من جبالها وندعس أعاديها نصطف خلف الذي تشهد له أفعاله قابوس لي بالوفا والعز بانيها الله من هالبلد سلطان محنك من حكمة الأرض بين يديه يطويها يا سيدي كل ما مالت بنا الدنيا ثقلك يرجح لنا الدنيا بما فيها وافضالكم بس لو فكرت عددها 1 2 3 كيف بحصيها خلاص احس الشعر ما عاد يسعفني اسطر ابياتي الجزله ويمحيها اين الفصيح القي الفصيح لعلي استعين به لارتقي من جبال الشعر عاليها قابوس انت الذي سطرت ملحمه لا يكمل المجد الا حين يرويها وما بدت فتنه الا انبريت لها بضربة من سيوف العدل ترديها وظلمة الجهل ما عادت تؤرقنا منحتها خنجرا ما بين وجيها مولاي سيروا بنا في كل معترك من خلفكم قطع البيداء نطويها البحر نشربه والصخر نأكله والنجم نقطفه والنار نكويها الليل نشعله والجمر ننفثه والضبع نمهله والأسد نشويها ما تطلبون أرواح فدا وطن في الحال نخلعها طوعا ونلقيها لا شكر يرقى ولا عرفان يا أبتي إلا تحية قلب إذ يؤديها يتقدمهم الحصان الأكحل تك بصحبة مجموعة من الحيوانات المختلفة
على ميدان الاستعراض نتابع استعراض مهارات الفروسية على الطريقة الرومانية ومهارة سيطرة فارس على خيلين يليها الشوط الخامس. نتواصل معكم مع شوطنا الخامس سباق وادي الأبيض للخيول العربية الأصيلة على مسافة 1100 متر. اكتملت جميع الخيول المشاركة معنا في هذا الشوط في جهاز الانطلاقة، ما هي إلا لحظات وترفع الراية البيضاء استعدادا لفتح البوابات مع شوطنا الخامس سباق وادي الأبيض للخيول العربية الأصيلة على مسافة 1100 متر بمشاركة 10 خيول، وهناك قبس رقم 11 في قائمة الاحتياط. إذن 10 خيول سوف يجمع بينها التنافس على سباق وادي الأبيض للخيول. في هذه الأثناء فتحت البوابات وبدأ التنافس يجمع بين كل من أثير الرشيق، قدير الكاشف، الحمرة، روبي ديكارير، كيرم، رافد، هتاف، الوصيف. الصدارة تأتي مبكرا مع رافد، وهناك أيضا هتاف من الجهة الداخلية، هتف بقيادة محمد بن علي البلوشي، ومن الجهة الخارجية قدير بقيادة فهد بن عمر الرحبي. ويصل الآن الجواد الفرس كيرم عفوا بقيادة سعيد بن محمد اليحيائي وتخطف الصدارة الآن. إذن كيرم مع سعيد اليحيائي والرشيق مع أزهار الوردية والرشيق من الجهة الداخلية، إلا أن الكفة تميل للفرس كيرم بقيادة سعيد اليحيائي من الجهة الخارجية. إذن لا تزال النتيجة، كيرم في المركز الأول بقيادة سعيد اليحيائي، والرشيق في المركز الثاني بقيادة أزهار الوردية. محاولات لا تزال مستمرة لتعزيز الفارق الآن، كيرم بقيادة سعيد اليحيائي بفارق طول إلى طول ونصف الطول عن أقرب المنافسين. كيرم وسعيد اليحيائي وقدوم قوي الآن أيضا للجواد رقم 3 قدير. إذن كيرم في المركز الأول بقيادة سعيد اليحيائي وقدير في المركز الثاني بقيادة فهد بن عمر الرحبي. كانت تلكم النتيجة المبدئية التي انتهى بها الشوط الخامس وسمي بسباق وادي الأبيض للخيول العربية الأصيلة على مسافة 1100 متر. وكما رأينا تمكنت الفرس كيرم من خطف الصدارة قبل دخول المنعطف الأول والأخير بقيادة محكمة كانت من لدن الفارس سعيد بن محمد اليحيائي الذي انتظر اللحظة المناسبة. هذه هي كيرم تعبر خط النهاية وقيادة موفقة من قبل الفارس سعيد بن محمد اليحيائي وإشراف المدرب سالم بن حمود الحكماني. أما المركز الثاني فكان من نصيب الجواد رقم 3 قدير بقيادة فهد بن عمر الرحبي الذي ظهر في آخر 300 متر محتلا المركز الثاني بإشراف المدرب سالم بن حمود الحكماني. والآن نترككم مع سباق المرح للأطفال، يليه استعراض يجسد مدى التآلف والتناغم بين الخيل وفارس.
الألمانية كليمنت فافيير، وعرضها الاستثنائي الذي يجسد مدى التناغم والتآلف بينها وبين خيلها. ومن ثم نتابع مجريات الشوط السادس. نتواصل معكم مع سباق وادي الضيقة للخيول العربية الأصيلة على مسافة 2000 متر والمخصصة على كأس حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه.
يكنس النظام على الريم. ومر في المركز الثاني ومر في المركز الثالث، فبالتالي ليس بغريب على المهند أن تحذو حذو أمها. إذن المهند للخيالة السلطانية بقيادة جان باتيستي هامل وبإشراف المدرب كريستيان بيلي. الجواد رقم 3 أورنيت للخيالة السلطانية بقيادة إبراهيم بن خميس المقبالي وإشراف المدربة جورجينا وورد. الجواد رقم 4 نرباح من نسل نظام على مليكة للخيالة السلطانية بقيادة المعتصم بن سعيد البلوشي وإشراف المدرب سالم بن حمود الحكماني. الجواد رقم 5 فلك من نسل عامر على فالين ديوكاسيو لشرطة عمان السلطانية، القيادة لحمد بن سلطان المالكي والإشراف التدريب لعبد السلام بن خلفان القاسمي. الجواد رقم 6 جيجيتوي للخيالة السلطانية بقيادة جان بيرنارد أكيم وإشراف المدرب جان فرانسوا بيرنارد. الجواد رقم 7 فولكين دي كلوز للخيالة السلطانية بقيادة ديفيد موريسون وإشراف المدرب شارلز جوردان. أما الجواد رقم 8 صاحب دي كلوز للخيالة السلطانية بإشراف بقيادة الفارس العالمي المعروف سيلفستر دي سوزا وإشراف المدرب سيف الدين ديب. الجواد رقم 9 شينكتك من نسل شندقة على كلاتيك لشرطة عمان السلطانية وهو أقوى مرشحيها بقيادة حمود بن سعيد الحبسي وإشراف المدرب عبد السلام بن خلفان القاسمي. أما الجواد رقم 10 العاقل من بعد الإصابة جلاسكو دي تايو للخيالة السلطانية بقيادة أنس بن سالم السيابي وإشراف المدرب سعيد بن بطي بالي. الجواد رقم 11 بفعل القيام القاسمي للخيالة السلطانية. أقوى المرشحين، نتحدث عن أقوى المرشحين في شوطنا السادس على كأس عبر صاحب الجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه. نرى بأن أقوى الترشيحات سوف تحتدم بين الفرس رقم 2 المهند والحصان رقم 8 صاحب دي كلوز، ولا يستهان بالمنافس شينكتك. شينكتك ربما يشكل ورقة صعبة، إلا أن الجواد رقم 10 جوسكو دي كايرو إذا ما كان هذا الحصان يعود بعد الإصابة وهو سليم معافى 100%، فأتوقع أن يكون خطير جدا في مجريات الشوط. ذكر في هذه الأثناء فتحت البوابات وبدأ التنافس يجمع بين كل من ميرا دي منلو، المهند، أورنيت، نرباح، فلك، ديجيتوي، فولكين دي كلوز وصاحب دي كلوز شينكتك جوسكو دي كايرو. يجمع فيما بينها التنافس على أغلى الكؤوس هنا في سباقات الخيل العمانية في السلطنة كأس حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه. تحاول شرطة عمان السلطانية تضغط بقوة للحفاظ على هذا اللقب الكبير الذي حملته العام المنصرم بواسطة الحصان الأشرام، إلا أن الخيالة السلطانية تطرح بأقوى أوراقها في هذا الشوط، فلمن ستكون الغلبة؟ المسافة 2000 متر محتاجة مزيد من الترقب، مزيد من التكتيك من قبل الفارس حسب تعليمات المدرب. الشوط فيه نوع من التأني لا يزال الآن، الصدارة لا تزال مع نرباح بقيادة المعتصم بن سعيد البلوشي من الجهة الداخلية. مايرا ديمنا لو تأتي في المركز الثاني بقيادة ديفيد سيتشو. تأتينا شرطة عمان السلطانية في المركز الثالث بواسطة أقوى مرشحيها شينكتك من الجهة الخارجية، إلا أن نربح للخيالة السلطانية وقيادة المعتصم البلوشي لا يزال مسيطرا في المركز الأول. في المركز الثاني كما ذكرنا ميرا للخيالة السلطانية بقيادة ديفيد ميتشو في المركز الثاني. إذن هي الصدارة حتى الآن لا تزال كما هي، نرباح بقيادة المعتصم البلوشي وميرا في المركز الثاني بقيادة ديفيد ميتشو وإشراف المدرب كان فرانسوا بيرناند. أما نرباح تحت إشراف المدرب الوطني سالم بن حمود الحكماني. لمن ستكون الغلبة؟ يتراجع مرشح شرطة عمان السلطانية الآن إلى المركز الخامس. أصبحت المهمة صعبة جدا أمام خيول شرطة عمان السلطانية. الخيالة السلطانية تسيطر خيولها الآن على مجريات الشوط. آخر 400 متر تفصلنا عن خط النهاية. ميرا هذه الفرس التي تألقت في المضامير الفرنسية، إذا ميرا القادمة من جنوب فرنسا، بل أن صاحب دي كلوز في هذه الأثناء صاحب دي كلوز الآن صاحب الإنجازات التي عرفت خلال 4 مواسم
صاحب نيكلوز إذن في المركز الأول بقيادة الفارس العالمي المتألق سيلفستر دي سوزا، فيما يحتفي بالمركز الثاني نرباح بقيادة المعتصم بن سعيد البلوشي. إذن نبارك للخيالة السلطانية عودة الكاس الغالية، كاس حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم بواسطة الحصان صاحب ديكلوز بقيادة الفارس العالمي المتألق سيلفستر دي سوزا وإشراف المدرب اللبناني سيف الدين ديب. ألف مبروك للخيالة السلطانية.
لحظة توزيع الكؤوس والجوائز على الحاصلين على المراكز الأولى في الأشواط الستة لسباق هذا العام. الفائز بالشوط الأول هو ديجنت المملوك للخيالة السلطانية بقيادة الفارس المعتصم بن سعيد البلوشي تحت إشراف المدرب سعيد بن بطي البادي. الشوط الثاني المركز الأول زين شماردل المملوك للخيالة السلطانية بقيادة الفارس أسعد بن علي السيابي وإشراف المدرب سالم بن حمود الحكماني. أما الشوط الثالث وهو شوط فيجن تريل مخصص للفارسات فالفائز هو واثق المملوك للخيالة السلطانية بقيادة ميشيل بلوم مونور الألمانية بإشراف سعيد بن بطي البادي. أما الشوط الرابع فكان من نصيب كوينز رانسم بي اف اف
للمملوك لحمود بن سعيد النهدي، والفارس مؤنس بن سالم السيابي، وبإشراف المدرب حمد بن سعيد المالكي. والشوط الخامس كان من نصيب كرم المملوك للخيالة السلطانية بقيادة الفارس سعيد بن محمد اليحيائي وتحت إشراف المدرب سالم بن حمود الحكماني. والكأس الغالية كأس حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه لهذا العام، يعود الكأس للخيالة السلطانية مع الفرس صاحب دي كلوز بقيادة الفارس سيلفستر دي سوزا وبإشراف المدرب سيف الدين دي. ألف مبروك لجميع الفائزين بكافة الأشواط، وهكذا تشكل ويتشرف المدرب سالم بن حمود الحكماني بمصافحة مولاي السلطان، وهكذا تتشكل اللوحة الختامية للمهرجان السلطاني السنوي لسباق الخيل. أدامكم الله يا مولاي قائدا ورائدا لهذا الوطن الغالي والشعب. وهكذا مشاهدينا الكرام، نقلنا لكم من مدينة العاديات بولاية السيب المهرجان السلطاني السنوي لسباق الخيل تحت الرعاية السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم أبقاه الله. في ختام هذا النقل التلفزيوني لكم تحيات الفريق من مهندسين ومصورين وفنيين، ومن المخرج سعيد بن ناصر المالكي، ولكم تحية الزميل داود بن سليمان القاسمي، ومني محدثكم إبراهيم بن سيف العزري. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على أن نلتقيكم في المهرجان القادم بحول الله في عام 2015. تحية لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذه تحية من المخرج سعيد المالكي، وإلى اللقاء. أنعمت عليك الشموس وضحى
مجيدا لأرض السنة أقمنا الصروح وكانت منى شغلنا النفوس بغاياتها وحزنا بحب عمان الدنا بالعز